ان بعض ان طبعا المحافظ واجهزه المتابعه اللي تابعه الحي وبالتالي اجهزه تابعه للمحافظه ارصدت مشكله موجوده في حي البطاريه، وللاسف الشديد اللي هو ماسك المتابعه في تبع الحي ما تمش انجازها بشكل واقعي فاهمل هذه المشكله، فبالتالي رئيس الحي تدخل وانجز هذه المشكله بسرعه، فبالتالي حول هذا المسؤول الموجود في المتابعه في الحي للتحقيق وتم نقله من هذه الموقع، فبالتالي هذا اللي بقول عليه هذا المسؤول بيتحرك على ارض الواقع وتم محاسبه ما قصر في مكانه. ده اللي انا بقول عليه بقى، اللي احنا بنقول ايه المتابعه الواقعيه على ارض الواقع والاستجابه السريعه، اما ان احنا نقعد نرصد المخلفات بنرصد الايجابيات بايه بمعلومات مرسله ودي حضرتك اللي انا بقول عليها كقياده تنفيذيه بترجعك للخلف. طب شوف تقرير كده مع بعض في انجازات في الشوارع في حي المطريه محافظه القاهره. المطريه وبفضل الله سبحانه وتعالى انا ما بقالي فتره بسيطه جدا في الحياه المطريه لا تتجاوز 9 شهور. ربنا وفقنا وقدرنا وعملنا بعض الانجازات في حي المطريه من تطوير شوارع ورصفها وامارتها ورصف الرصيف بالانترلوك وطلع الارصفه وانشاء عدد 3 نافوره في حي المطريه، نوافير مياه مضيئه الوان متعدده شكل جمالي. بعض الحدائق الخضراء في حي المطريه اضفناها في كمظهر من مظاهر التجميل في المطريه. في بقى مشاكل مزمنه في حي المطريه من سنوات طويله زي سوق الخميس، دي مشكله مزمنه بقى لها فتره طويله جدا في حي المطريه، عدت عليها عده عقود يعني لم يتم حلها. بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه قدرت بمجهود ومجهود انا وزملائي في الحي وبعض الادارات المختلفه في الحي والساده ضباط المرافق شرطه المرافق في الحي ان احنا نخلي شارع الحريه تماما من الباعة الجائلين وشارع العقاد من الباعة بتوع الخضار والفاكهه اللي هم كانوا بيفرشوا قدام السوق، اخليناه تماما واصبح الشارع خالي تماما واجبرت اجبرنا الباعه بتوع الخضار والفاكهه والاسماك والحاجات دي اللي هم كانوا بيبيعوا خارج السوق انهم يلتزموا بحدود السوق، التزام بحدود السوق فقط ليس خارج السوق، واللي بيخليهم يلتزموا اكتر المتابعه. يوميا بنزل مع الاشغالات والمرافق في اوقات مختلفه، اخرها اليوم كنا هناك في المكان ده وكان معايا السيد رئيس الباحث والسيد رئيس المرافق وجميع الادارات في الحي الاشغالات والاسواق. اي حد بيخرج خارج الاداره اللي احنا حددناه له الالتزام بسور السوق خلف السوق امام السوق بيتم ضبط الاداه المستخدمه في المخالفه سواء كانت عربه كره او عربه نقل او اي حاجه بيستخدمها في عرض البضاعه بتاعته بيتم ضبطها والتحافظ عليها في مخزن عندنا خاص بالحاجات ديت كاجراء قانوني، مما اجبر الباعه والمتابعين في السوق بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وما تم تحديده بمعرفتنا لفتح الشارع، واصبح الشارع الحريه وشارع العقاد بيتميز بالسيوله المروريه التامه، سهل جدا بالنسبه للمشاه يسيروا فيه، والدنيا بقت الحمد لله الشارع بقى متسع تماما امام المارة والسيارات. الحي دلوقتي اتمدن كتير عن الاول، مش هقول مثلا لا، اقول اتمدن كتير عن الاول، لان الحي كان الاول ما كانش فيه ازالات فعلا، ما كان فيه زباله في الشوارع، بس الحمد لله دلوقتي يمكن فيه مثلا بنلاقي مناظر جميله في الشارع، بنلاقي شجر في الشارع، ما بنلاقيش زباله كتير في الشارع. كان الاول يعني ممكن كل 50 متر تلاقي كوم زباله، دلوقتي الحمد لله من فضل الله ممكن تمشي في شارع الكابلات كله ما تلاقيش زباله خالص. كان هنا كده في اول الشارع كان في مقلب زباله، الحمد لله دلوقتي ما فيش اي حاجه خالص، والحمد لله الحال اتغير كتير، كان ما كانش في اناره في الشارع، دلوقتي الحمد لله الشارع كله اناره، ما
ما كناش بنشوف الكلام ده خالص في الاول. الاناره دي اول حاجه كانت الاناره كانت شراكه طبعا كان بيبقى مضلل والكلام ده، ودلوقتي هم طوروا عملوا الاناره وعملوا الطاقه الشمسيه ديت والحاجات ديت. نتمنى من رب انه يكون دايما على طول مش وقت مؤقت. وبعدين احنا عندنا راجل محترم اللي يعني رئيس الحي دون اللي احنا سمعناه بانه راجل شديد يعني، والمنطقه دي بدها راجل شديد ما بدهاش كده يعني، المطريه كلها يعني بدها راجل شديد، لان اللي كان الاول كله بيتعاطف مع الناس، دلوقتي انت بتتعاطف مع الناس مع احترامي ليك بتلاقي واحد بنى في نص الشارع. اما الوقت الحمد لله من فضل الله يعني مثلا ممكن تلاقي ناس كتيره جدا الحمد لله كله بيرجع. مثلا انا واحد من الناس مثلا ليا محل تجاري في الشارع، كنت الاول بفرش في الشارع، دلوقتي الحمد لله بقى احسن كتير. يقول لي مثلا انت اخرك هنا عشان ما اذكش، فالحمد لله خلاص طالما ما فيش اذيه خلاص انا ايه اللي يخصني، ما انا مش محتاج، ما هو الشارع ملكي وملكك مش ملكي لوحدي. اما الوقت الحمد لله يعني من فضل الله احسن كتير عن الاول. العمل الاساسي وازاله المخالفات والاشغالات اللي في الحي المطريه، ودي كتيره متعدده بيتم ازالتها باستمرار، حملات يوميه خاصه على محطات المترو والانفاق لان شكوى منها كتيره، اشغالات بالتكاتك والباعه الجائلين بيتم ضبطهم اول باول، ومصادره الايرادات المستخدمه في المخالفه. بالنسبه للشوارع بقى الرئيسيه في المطريه، شارع الحريه، عندك سوق الخميس، انا قلت لك قبل كده وانا في المكتب سوق الخميس تم رفع الاشغال منه تماما خلف الشارع في شارع الحريه من السوق، وخلف السوق في شارع العقاد، واصبح الشارع متسع تماما للمره وللسيارات، لا يوجد به صمت اشغال من اي نوع، واي اشغال بيستجد ويتم ضبطه اول باول. ومنذ الثلاثاء الماضي واحنا شغالين على هذا الموضوع يوميا صباحا ومساء حتى انتهاء العمل فيه باذن الله، واعتياد الناس واعتياد الباعه على الانضباط والالتزام بحدود السوق. زي ما شفتوا حضراتكم معانا التقرير اللي موجود بشكل واضح على ارض الواقع، ده ان احنا بنادي بيه وبنشد بيه، وده اللي بنتكلم فيه بكل حلقه بشكل واضح، ان المتابعه واليه التشغيل على ارض الواقع هي بتؤدي الى نجاح والى منظومه ناجحه. فبالتالي ده بنتكلم فيه وبنناشد بيه بشكل واضح. للاسف الشديد ان اي قياده تنفيذيه بيتم تشغيلها من خلال موقعها، من خلال المعلومات المرسله بدون متابعه، للاسف الشديد غير صحيح، ولما يتم نجاح بشكل واضح على ارض الواقع. ده نموذج احنا بنتكلم فيه بشكل واقعي على ارض الواقع. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان القياده التنفيذيه او المسؤول اللي هو بيتولى منصب بواقعيه بوضوح باليه بسرجيه، ان هو عاوز يتعامل بالواقعيه على ارض الواقع. ده لازم حضرتك نعرضه، مش بعرض انا بقولش سلبيات، في سلبيات وفي ايجابيات، بيتم معاملتها ازاي بواقعيه بالامكانيات اللي موجوده المتاحه لدى المسؤول او القياده التنفيذيه. معايا مداخله، معايا سياده اللواء خالد المحمدي رئيس حي المطريه محافظه القاهره. اهلا بيك سياده اللواء. مساء الخير يا استاذ مصطفى، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ تمام يا فندم. حضرتك احنا اتكلمنا بشكل واضح، وكان معانا تقرير من شويه بيتكلم على الانجازات اللي تمت من خلال موقعك بحي المطريه، وبتم متابعه هذه المخالفات وعمل انجازات بشكل واقعي على ارض الواقع. ده بنتكلم على واقعيه موجوده وتم تصويرها وعرضها بشكل واضح. فخلينا نتكلم مع حضرتك يا فندم، ان هل ان المنظومه الالكترونيه اللي من خلالها تم انشائها وتطبيقها في محافظه القاهره في جميع احياء محافظه القاهره تم نجاحها بشكل جيد، ام انت شايف حضرتك ان ده ما ضافش جديد من خلال رؤساء الاحياء الموجوده، او ضاف لناس وما ضافش الناس؟ اتفضل يا فندم. هو انا احب اقول لحضرتك ان المنظومه دي منظومه مبتكره، منظومه حديثه طبقتها بدايه محافظه القاهره، ودي كانت بناء توجيهات السيد المحافظ، وتم عرضها على السيد الوزير، السيد وزير التنميه المحليه، وسيادته اعرض بها تماما، وتم تعليمها على سائر المحافظات، بدا تم تعليمها على جميع المحافظات في خمس محافظات حضروا محافظه القاهره لشرح التجربه وكيفيه تطبيقها عشان يبقوا نموذج ليهم في القاهره. المنظومه المتابعه الالكترونيه اللي ابتكرتها محافظه القاهره وسيد محافظه القاهره تحديدا
دي نموذج جيد جدا بل ممتاز في تقييم وتحديد مستوى كل حي واداء كل حي في المجالات المتعدده، في مجالات النظافه، في مجالات الاداره، في مجالات رصد الطرق، في مجالات التجميل، كل المجالات المتعدده دي واخرى بندخل داخل من منظومة المتابعة الإلكترونية. كل بند من البنود دي له عدد معين من النقاط، في الآخر بتجمع واللي يحصل على أعلى النقاط هو ده بيطلع كتوب الأول، وده تقييم شفاف تماما وموضوعي وعملي، ويتم رصد المخرجات أول بأول ويختارنا بيها مكتب سير المحافظ ويختارنا بيها، واحنا على طول بنكلم المختصين وبنشرح عليهم في ثلاثة تلك الملاحظات ونعرض على شات مرة أخرى، والمتابعة بتنزل بعد ما احنا نقول احنا عملنا كذا وكذا، ينزلوا تأكدوا من صحة هذا الكلام وصدقه، وبالتالي بيتم التقييم بشكل موضوعي وشكل علمي منظم يحتذى به كلام محاضرات إن شاء الله الجمهورية هتاخدوا حظ الخيارة في نظام المتابعه الالكترونيه والتقييم الالكتروني للساده رؤساء الاحياء. طب يا ست اللواء احنا بنتكلم ان كان في تم ازاله الاشغالات بعلبه شلبي اللي هي بيع قطع غيار السيارات، احكي لنا بقى التفاصيل اللي تمت او الاجراءات اللي تمت من خلال ازاله هذه التعدي او الاشغالات من خلال عزبه شلبي. عزبة شلبي هي بتتميز بانتشار تجار قطع غيار السيارات، وقطع غيار السيارات بتاخد حي حضرتك زي ما حضرتك عارف في العرض وكده. تمام. فانا وجدت ان الشارع ده حضرتك شارع ثلاث هواري، شارع رئيسي، والسوق فيه ده بصمه بالغه، وكثير جدا من الناس اشتكت، وانا فعلا نزلت بنفسي وشفت المكان وشفت الشارع، لقيت الناس عندها حق والشكوى بتاعتها بتبص صعب حياتهم وقدرتهم على الحركه والمروح والنجاه، بالاضافه لاعاقه تم لاي سيارات تتحرك في المكان، لا قدر الله ضرب طافي سيارات اسعاف تتحرك بصعوبه تامه. فعملت اجتماع مع الاهالي وسكان المنطقه والتجار، عندنا في قاعه مؤتمرات بتاعت الحي في نفس الشارع، حددت معاهم ميعاد ورحت طلبت معاهم الدور واقتنعت بيهم واتناقشنا في الموضوع ده، وان احنا لابد نلتزم بحدود المحل وجزء بسيط من الرصيف فقط مش الرصيف كله، ورغم الشارع بيخلى تماما من كافه الاشغالات، حتى السيارات بتاعتهم اللي هم بتاع الاهل اصحاب المحلات عشان ما يقفوش في الشارع اكشفتهم ساحه تنزيل السيارات على اول الشارع، ساحه محدده لتجار السيارات اللي هناك في المنطقه، وبتقول هم معرفتهم تنظيمها وحرستها، واتفقت معاهم قلت لهم انا هجيلكم يوم الثلاث، يعني يوم السبت عملت معاهم اجتماع قلت لهم انا هجي لحضرتك يوم الثلاث. تمام. ارجو ان احنا نلتزم، انا نزلت يوم الثلاث ومعايا الاشغالات ومعايا المرافق ومعايا شرطه المرافق، وجدت ان اكثر من 80% من الناس ملتزمين باللي اتفقنا عليه. عدد اربع افراد محلات فقط ما التزموش وخارجين خارج الحدود اللي احنا حددناها وفرشين برضو على نهر الطريق بس مسافه صغيره برضو، لكن بعد ما اخذت منهم بعض القطع غير السيارات كمربوطات بطاقه حركه الطريق. الو. ايوه معاك يا فندم. تمام اتفضل. وجدت ان في اربع محلات فقط مش ملتزمين يعني، وكملت الشارع حتى الاخر سير اقدام ماشي على رجلي، لقيت ناس كلها ملتزمه فاستاذنوني بعدين لحضرتك التجار دول ما كانوش حاضرين الاجتماع وهيلتزموا وهينضبطوا، فاضت لهم المربوطات على وعد ان هم هيلتزموا زي بيت التجار يعني بيت الشارع، والشارع كله فاضي تماما وحركه كتير فيه بقت سهله جدا، وكمان برضو بالاضافه كده دخلت الشوارع الجانبيه اللي هي الحواري الجانبيه واكدت عليهم بالالتزام بعدم وضع قطع غير السيارات وإعادة حركة الطريق لحركة المرة للسيارات والمرة، وبالفعل الناس الحمد لله التزموا وانضبطوا
وان شاء الله من خلال بقى زر المتابعه الفريق المحافظ يعني ابتكروا في محافظه القاهره، احنا بنتابع برضو ما تم انجازه وباستمرار بنزل في المكان. عندي في حي المطريه، عندي حضرتك محيط المستشفى المطريه بالفعل بيقول عليها حواليها اشغالات باعين جائلين وبيع خرفان او بعض الخرفان محيط المستشفى المطريه، هل بالفعل تم التعامل معاه بشكل ايجابي وازاله هذه الاشغالات بشكل واضح؟ عفوا بشكل واضح، بالتالي هل ده تم بالفعل يا ست اللواء؟ هو ده تم، وقبل موضوع علم الشارع بالفعل تم عمل حمل على المكان بكل ضابط الحي وشرطه المرافق، ونزلنا على كل الباعه الجائلين اللي هم سور خميس ملاصق لسور المستشفى بينهم بعض شارع اسمه شارع العقاد. نظمنا الباعه الجائلين في شارع الحريه، شارع رئيسي في المطريه، بيبقى في حركه سير للي جاي من الايوبيه واتجه للمطريه وسوق مصر الجديده وزيتون ومدينه نصر، فشارع حي ورئيسي. الزمنا البيع بحدود السوق فقط، يعني مفيش حد بينزل على الرصيف، وكذلك خلف السوق الزمناهم بحدود برضو السور بتاع السوق وعدم وجود فرش مطلقا خارج السوق. جنبينا على طول بقى المستشفى، كان في فعلا بعض المربين الخراف والحاجات دي، بس كان فتره طويله مش اللي من دول. ونتيجه الاستمرار والمتابعه تم فعلا بالفعل التزامهم وعدم التواجد بالشائع او حول المستشفى باي شكل من الاشكال. والمتابعه اليوميه انا وكل ادارات الحي متواجدين في الشارع من 7 الصبح حتى الساعه 9 مساء للتاكد من عدم وجود ثمه مخالفات او مواشي او خراف او اي نوع متجول في خارج حدود الاطار دوت. والحمد لله الحاله بقت مرضيه، وفي استحسان للموضوع ده من اهالي المطريه، وحضرتك تقدر تسالهم يعني وتتاكد من صحه الكلام. بالفعل طبعا ست اللواء عارفين طبعا الانجازات اللي بتتم على ارض الواقع، واحنا رصدناها بواقعيه وعرضناها في التقرير. خلينا يا فندم اتكلم مع حضرتك، هل بالفعل عمل حضرتك هتعمل محلات على شط ترقه الاسماعيليه وبيعها لاحد المواطنين بالفعل يا فندم، ولا لسه دي هتاخد فتره؟ هو حضرتك في فكره طبقت فعلا على ارض الواقع في حي نزهه، شارع في شارع مصر. شارع مصر دوت عباره عن الشباب اللي هو عاوز يعمل مشروع في بدايه حياته ويستثمر مجهوده ووقته في مشروع يعني مربح ويستثمر وقته فيه. فانا بفكر ان شاء الله وبقترح ان شاء الله، لسه ما خدتش موقع رساله المحافظ يعني، ان احنا هنعمل شارع مماثل لشارع مصر للشباب اللي هم عاوزين يعملوا عربيات مأكولات، عربيات مشروبات على في إطار قانوني منظم برخصة بشهادة الإشارة الصحية، عشان طبعا العربيات المشروبات دي لازم تكون مطابقة للمواصفات، واللي بيعملها واللي بينتجها ويبيعها للناس يكون حالته الصحية جيدة عشان المنع عن انتشار أي أمراض وكلام كده. فده لسه مقترح إن شاء الله، لسه الفكرة لما يتم طرحها للتنفيذ، لكن هي مقترحه ان شاء الله هنطور المنطقه الاول الشارع والكورنيش بحيث انه يبقى مكان ملائم ومناسب، وان شاء الله على حي التنفيذ بعد وقت المحافظه باذن الله. طبعا انا بشكر سياده اللواء خالد على مشاركته معنا وتوضيح الانجازات اللي بتتم على ارض الواقع من خلال منصبه وموقعه في حي المطريه. اشكر سياده اللواء خالد محمدي رئيس حي المطريه لمحافظه القاهره، اشكرك يا فندم.